بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة أولم في الجمهورية ألمانيا الاتحادية. جولة قصيرة في مدينة أولم. شارع التسوق في هذه المدينة اتجاه الساحة الرئيسية أمام الكاتدرائية. قديمة كان في صيادة. هذه الساحة الرئيسية في مدينة أولم. إن شاء الله مساء اليوم من اليوم مساء نغادر إلى إمارة لوكسمبورغ وإلى عاصمتها لوكسمبورغ في جولة سياحية في هذه الإمارة الصغيرة في الاتحاد الأوروبي.
دقية لوكسمبورغ. طبعا الأجواء كما هو معروف أجواء فصل الشتاء، أمطار غزيرة. الحمد لله اليوم شو ما في مطر، متقطع هطول الأمطار. حبيت أصور الشارع الرئيسي للتسوق في مدينة أولم، تقع في وسط جنوب ألمانيا ما بين مدينة شتوتغارت ومدينة ميونخ. أنا ذاهب باتجاه محطة القطار بانهوف. أنا بدي أودعكم أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة أولم.